مشاهدينا أهلا بحضراتكم. شخصية حلقتنا النهاردة شخصية مميزة، مميزة في أكثر من مجال. نقدر نقول إن المرأة المصرية بالفعل لديها هذه المواهب والقدرات والمهارات، واللي في كل مرة بنأكد إنها تستطيع أن تفعل الكثير. زي أي بنت حلمت وطمحت ودخلت بالفعل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أيضا اتجهت بعد ذلك لمجال آخر طبعا البزنس، وبدأت بالفعل تتجه لماجستير من جامعة واشنطن. وهذا الحلم كانت انطلاقة ليها في مجالها، سواء في مجال العلاقات العامة من خلال شركة خاصة ليها، ولكن كان حلمها أساسي اقتصاد وعلوم سياسية. ولكن أين وصلت أو لما وصلت؟ عشان كده دايما نقول لفتياتنا ولنسائنا، دايما وأبدا يكون عندكم حلم ما تفتكروش إن ده نهايته، لا، طول ما احنا عايشين هندي أكتر وأكتر. هذه الشخصية لم تصل إلى هذا فقط، كانت هي أول من نادى كمان بمنتديات الشباب في الجامعات عشان تفتح المجال وتبني الجسور بيننا وبين شبابنا. وبذلك انطلقت من خلال هذه الأفكار إلى الأدب والكتابة وأيضا الشعر. كلنا هنسأل إزاي لدينا هذه الإجابات، ولكن احنا متأكدين إن هذه النماذج بالفعل بنقدمها لحضراتكم نماذج كلها تجارب خبرات لتأكيد على الإرادة. حينما يستطيع الإنسان أو يريد الإنسان أن يصل إلى شيء، يستطيع أن يصل مهما كان عمره ومهما كانت محطاته اللي قبلها. معنا النهاردة دكتورة أماني إبراهيم، وطبعا كاتبة وأديبة وشاعرة، وده طبعا بعيد تماما على كل اللي أنا قلته. برحب بك. يا أهلا بيك، مرسي جدا على الاستضافة، وإن شاء الله يعني يبقى حوار ممتع والناس تستفيد. أكيد أكيد. يمكن بتكلم على بناتنا دايما، وزينا كلنا وإحنا صغيرين عندنا حلم، عايزين ندخل الجامعة، لكن هنا في الأب والأم بيبقى فيه تأثيرات على البنت بالذات، وبيبقوا داعمين قوي للبنات، وما تفهميش كان إيه السر. ولحد النهاردة برضو الأب والأم دايما واقفين في ظهر البنت. عايزة أتكلم عن أهمية النشأة، وهل شايفها فعلا مرحلة أو محطة مهمة في حياة الإنسان؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين، وبرنامجك الجميل وحوارك الممتع، واتمنى النهارده ان شاء الله نطلع يعني بالتجربه بتاعتي بحاجه تستفيد منها كل العائلات والبنات، لان احنا مش بنتكلم بشكل فردي او شخصي، لا، احنا بنتكلم على تاثير المجتمع في تكوين اي شخصيه سواء في مصر او بره مصر. تمام. ولكن اسمحي لي، احنا عندنا في المجتمعات العربيه بالتحديد الاسره هي الداعم الرئيسي في اي مرحله من المراحل. يعني حتى لو حضرتك تاخدي بالك، حتى احنا ممكن نجوز ولادنا برضو ونفضل داعمين ليهم. بالظبط. دي ثقافه جميله مش وحشه طبعا، ولكن شويه بتخلي الاجيال عندها جزء من الاتكاليه. يمكن دلوقتي كمان شويه الثقافات اتغيرت تاثرا بالميديا طبعا والسوشيال ميديا، وبيشوفوا المجتمعات الاخرى مبنيه ازاي او ناجحه والجزء الايجابي منها ايه، فبيحاولوا يقلدوا الجزء الايجابي. تمام. وبالتالي دلوقتي تلاقي البنات والشباب كلهم بيتجهوا انهم يعتمدوا على نفسهم بشكل اكبر، وحقيقي هو ده الشيء الناجح، لان انت ما تضمنيش انت داعمه لحد امتى. طيب احنا فلاش باك بنجري كده بسرعه. تمام. نشوف الحياه الاسريه عندكم، الاب، الام، الاخوات، وازاي كانت شكل الحياه، والاب كان بيعمل في اي مجال، يعني بنتكلم كده فكره سريعه انه مهم قوي هذه الانطلاقه. حقيقي انا نشات في اسره جميله جدا، اب رائع، يعني بيحترم الفن والادب، السياسه، القانون، لانه كان مستشار في شركه من الشركات الكبرى، وكان منتدب بره مصر، وكانت والدتي ست متعلمه، وكانت مواجهه مفتشه. لكن انا عايزه اقول لك تاثيري الاكبر كان بوالدي حقيقي. يعني انت رقم كام الاول في الاخوات؟ رقم 2 من 6 من 6 افراد في الاسره. كاولاد وبنات، احنا 5 بنات وولد. وانا نمره 2. نشات نشاه هاديه، اب واثق من نفسه، وحقيقي كان بيخليني انا متوليه جدا المسؤوليه منذ الصغر، برغم ان انا نمره 2 مش واحد. تمام. يعني انا ساعتها ما كنتش فاهمه يعني فكره ان والدي عارف ان انا عندي القدرات دي ان اقدر اتحمل مسؤوليه. مش واخده بالك ان دايما رقم 2 بيوضع عليه المسؤوليه، حاجه غريبه، غير الولد او غير يعني مش عارفه ايه العذاب ده. والله بص بعد بقى ما كبرنا ومرت بينا المراحل، وفعلا مريت بتجارب كتير، بس الحمد لله كلها يعني نجحت بالصبر والمسؤوليه. اوقات اقول يعني انا يعني كنت لسه صغننه وكده، ليه ما استمتعتش بالحاجه، محملني المسؤوليه منذ الصغر. هل الاباء في المرحله دي او في الفتره دي عندهم هذا الذكاء
او الفطنه في اكتشاف او استكشاف ان البنت دي مختلفه شويه عن البنت دي، مش مقارنه طبعاً، ولكن بيبقى في مهارات مختلفه عن الاخر. طبعا ده ذكاء حاد من الوالدين، ودي وده يوريكي يعني قد ايه ان الاسره مهمه في تحديد ابنائها ده يعمل ايه وده يروح فين وده يتعامل بانهي طريقه، لان برضو احنا اولادنا مش كلهم نفس القدرات ولا الطاقات، كل واحد لازم تعامليه بطريقته وبطريقه الطاقه بتاعته، ده مش اسمه تفرقه. ولكن لما انت تساوي فيه يعني تساوي بينهم كلهم في طريقه ادائك او طريقه سلوكياتك معهم، لا ده هيبقى فيها ظلم، لان واحد طاقته مختلفه عن التاني. تمام. وبالتالي كان هو اكبر مكتشف ليا كان هو والدي حقيقي، مكتشف ان انا اقدر اشيل مسؤوليه، صبوره هاديه، اقدر اوصل للي انا يعني مسؤوله عنه بشكل جيد. الام هنا كانت بتلعب اي من الادوار؟ لان الحقيقه لما تبقى هي موجهه او بتعمل في هذا المجال، وبالتالي بتبقى عايزه كله ماشي بالنظام وكله ماشي بحساب، ونلاقي الاب بمنتهى الحنيه او الحنان بيقدر ان هو يلملم البنات مع الولد، الام هنا كان دورها ايه وماذا تبقى في امان من ماما؟ بصي الام هنا كانت يعني زي ما بيقولوا اللي هو حضن الامان، كانت متفرجه او مشاهده اكتر من موجهه، لانها كانت معتمده جدا على توجيهات والدي. أيوة. والحقيقه واضح انه كانت توجيهات والدي مؤثره جدا علينا لدرجه ان هي ما تعبتش في عمليه التوجيه. فكانت هي حضن الامان، الهدوء، فتحسي ان الحياه كلها هاديه بتوجيهات والدي، ودي حاجه يعني ساعدت العيله كلها انها تعيش في هدوء ونظام. حلو قوي، يعني بتديني صوره جميلة جدا عن هذا التفاهم أو هذا الانسجام. عندما تجد المرأة أن زوجها لديه هذه المهارات من خلال الهدوء والتعامل وحتى كمان الملاحظات بشكل هي راضية عنه، بتديله الدفع أو بتديله المسؤولية لأن هي واثقة في هذا. لكن قوليلي تعالي النهاردة وإحنا بنتكلم على الزوج والزوجة، لا أنت كلمتك ما تمشيش أنا كلمتي اللي تمشي، وهنا في تمزق ما بين الأولاد وما بيطلعوش في هذا الجو اللي حضرتك أثرتيه، أين هذا الخلل أو من أين أتى؟ بصي الخلل يجي إذا أنت راكبة سفينة وفيها اتنين من يعني اتنين بيقودوا هذه السفينة. أي. صحيح اتنين لازم يقودوها، بس كل واحد في المسؤولية بتاعته بيعرف فين حجم مسؤوليته وواجبه وحقوقه بحيث انه يدير السفينه دي بالشكل اللي توصلهم لبر الامان، لا ده بيتكل على ده ولا ده بيتكل على ده لدرجه ان الحكايه تخرب خالص منه. الام عندها مسؤوليه في حدود معينه وعارفه لحد فين، والاب كمان عنده مسؤوليه في حدود معينه اللي هي مثلا في توجيه او بناته. احنا كنا اكتر بنات طبعا، عشان كده انا مستغربه على القصه دي، لان ثلاث بنات يبقى هنا الام اللي بتاخد نسبه، خمس بنات. الام هنا بتاخد النسبه الاكبر من التوجيه، لكن انا شايفه هي كانت عامله زي حضن الامان، يعني هو يوجه وهي حضن الامان تنفذ بقى بالراحه بجد. فما كانش في بينهم خلاف ابدا في التربيه، ودي نقطه انا احب يعني انصح بها كل لان انا كمان حتى من تجربتي الاسريه بعد ما اتجوزت وبقى عندي اولاد وكده، ابو اولادي مثلا مساند وداعم بشكل رائع جدا في دعم اولادي ماديا ونفسيا ان هم يوصلوا للبر الامان بشكل ما فيهوش مشاكل او مواجهات صعبه. يبقى هنا برضو فكره حسن الاختيار منذ البدايه، لان هنا المشاكل اللي بتطرق من الطلاق وظاهره الطلاق اللي بتزداد يوم عن يوم للاسف بيبقى دايما بنعول هذه المسؤوليه او هذه الظاهره لعدم الاختيار السليم للزوج، فبيبقى في نظره استشرافيه كده من قبل الزوجه او البنت الفتاوى وحينما بتختار زوجها. حضرتك اخترتي زوجك على اي اساس؟ والله انا عايزه اقول لك يعني احنا في البدايات بنبقى لسه مش عارفين قوي الدنيا ماشيه ازاي، لكن هي في اساسيات، في حاجات جوهريه انك انت بتنقي، مش بنقي يعني طبعا، بتتوجهي انت واسرتك لحد ابن ناس. أيوة. دي نقطه مهمه جدا، لكن ما يبقاش الاختيار عشوائي. أيوة. واي حد عاجبني امشي وراه بين قوسين ابن ناس دلوقتي اختلفت المعايير. ابن تمام. ناس يعني يساوي مال، لكن ابن ناس لحضرتك ماذا تقصدي؟ يعني بالعكس خالص، ابن ناس دي ما كان لهاش اي علاقه بالمال، لان احنا كنا الاثنين صغيرين جدا، انا عمري 19 سنه وهو عمره 27 سنه. يعني احنا طالعين السلم مع بعض لحد ما كبرنا وبقينا
الجزء المهم في المجتمع بأولادنا مش لوحدنا. مواصفات ابن الناس. هي دي مواصفات ابن الناس. اللي هي؟ ان انت تدعمي اللي قدامك بحيث انك توصلي لحلمك اللي انت عايزاه. مش فكرة ان انا اخد واحد النهاردة غني كل او يعني المادة هي اساس كل حاجة. هي المادة مش حاجة وحشة ابدا طبعا. ولكن اذا توفرت المادة مع حد ذو خلق ومبادئ وقيم ما حدش هيقول لا. تمام. بس مش هو ده الشيء الرئيسي. الشيء الرئيسي الجوهر انك انت بتختاري حد متربي كويس وعنده مبادئ. طبعا اوقات يعني نظرتنا بتختلف بعد كده واوقات الحظ كمان بيلعب دور. يعني. لكن هي الفكره بقى في تربيتك انت. انت تربيتي ازاي؟ تربيتك ان الاسره هي نمره واحد. حتى لو كان الاختيار بعد فتره انت حسيت انه غلط. طب يعني انت تهدي المعبد ولا تبنيه وتوصلي الاسره باكملها الى بر الامان؟ هو ده الذكاء واصل التربيه من الاسره. قبل ما اطلع فاصل بس جمله صغيره، هل كنت حضرتك بترجعي لبابا وماما في رايهم في العريس اللي هتختاريه؟ يعني انا شايف هنا كل احنا انا عارفه يا بابا كل حاجه. لا لا بس انت مالكش دعوه، انا سأله انا. فرايك في اخذ الخبره او حتى كمان بنظره الاعتبار او بعين الاعتبار وراي ابائنا وامهاتنا، هل فعلا مهمه ولا لا؟ يبقى ليهم نظره ثقيله كده يا فندم. جدا. وامنت بهذا طبعا بعديها بفتره يعني سنين وعمر طبعا بعد التجربه، ان فعلا لما بيقولوا البكر لابد ان يكون لها او شرط من شروط جوازها ان يكون لها ولي امر، دي نقطه مهمه جدا. سبحان الله ولي الامر بخبرته وبالذات الاب، العم، الاخ اللي لما يتواجد الاب له نظره حكيمه، ودي حاجه بعد كده بتكتشفي انه كان فعلا هو شرط مهم جدا لزواج البكر. يعني انا مثلا والدي رفض زواجي 6 مرات لنفس الشخص. ايوه لنفس الشخص. ده اصرار بقى. 6 مرات. أيوه. 7 بقى يعني ايه انا ابتديت اتدخل. ايوه قلت له انتوا بترفضوا ليه؟ ما هو كويس لقيت حد متمسك بيا. فطبعا ده شيء ممتع لاي طبعا. بنت في الدنيا طبعا. لما يبقى الشاب اللي جاي متقدم لها مصر عليها. أيوه. للدرجه دي بتبقى حاجه ممتعه جدا. أيوه. فلما انا تدخلت وابديت رغبه ابتدى والدي يحن ويميل شويه ويقول فعلا في حد مصر على بنتي. أيوة. وعايز يحافظ عليها وكده، وفعلا كان اختيار حقيقي صحيح وكانت له نظره ثاقبه فعلا. احنا هنتوقف عن كانت فكرته. انه مش عارفه اكمل ولا كملي. لا كملي طبعا عشان نختم بيها. قولي عشان ننقل. بس هي فكرته كانت في الرفض ان انا كنت لسه بدرس، كنت لسه في الجامعه 19 سنه. فهي الفكره عنده مش رافض الشخص بقدر ما هو عايز بنته تاخد الشهاده بتاعتها. دي نقطه برضو مهمه بصرف النظر برضو. احنا بناكد على قصه الاصرار، ولما حد فعلا بيشعر ان الطرف الثاني مصر عليه او متمسك بيه ده شيء طبعا بيبقى رائع جدا. دي كانت اول محطه. كل اللي احنا حكيناه ده كانت محطه واحده بس، لكن هي دي كانت الانطلاقه اللي وضعت فيها الثقه بالنفس لحد ما بنوصل نلاقيها عندها اولاد اتجوزوا وخلفوا وطب وهندسه وبزنس. الحقيقه يعني انا نفسي مش كده، انا شعرت بفخر الحقيقه ان احنا ممكن نستطيع او المراه تستطيع ان تفعل الكثير بهذا النجاح وفي نفس الوقت كمان نجاح الاسره. نخرج لفاصل ونعود لحضراتكم مره اخرى لاستكمال هذا الحوار مع دكتور اناني ابراهيم. مشاهدينا عدنا لحضراتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل السريع، ولكن هو ليس بالسريع لأن المحطة كانت جميلة جدا جدا. وياريت حضراتكم يعني تنتبهوا لهذه النماذج أو هذه يعني الشخصيات، لأنها بالفعل بتبقى مؤثرة جدا وبتبقى عامل محفز إيجابي جدا للكثيرات. دكتور أماني إبراهيم طبعا برحب بيكي مرة تانية، ويمكن هذه المحطة كانت رائعة، بس أنا اختيارك للاقتصاد والعلوم السياسية كانت برضو
غريبة شوية. ليه الكلية دي بالتحديد؟ هل كان في اهتمامات سياسية من قبلك ولا تشجيع من بابا؟ لا الحقيقة حكاية اقتصاد وعلوم سياسية دي كانت متأثرة جدا بوالدي، وكان دايما يجيب هو المجلات السياسية والكتب السياسية، وبعد ما يخلص قراية منها أروح أخدها من وراه، حتى لو أعمل نفسي يعني تخيل قد إيه متأثرة بيه، حتى لو أعمل نفسي إن أنا بقرأ فيها إن أنا عايزة أبقى زيه. لكن الحقيقة أنا جبت مجموعة عالي جدا ودخلت كلية الآثار، هندسة آثار جامعة القاهرة. وقعدت 6 شهور وحسيت إن أنا مش في المجال ده، وإنه ده حاجة مش من طموحاتي. أنا طموحاتي حاجة زي اللي كان بيقراها والدي. اتجاه والدي كان بيحب جدا الجزء السياسي والأدبي، دي نقطة مهمة جدا، لأن اتضح بعد كده إن الظاهر إن الجينات بتلعب دور مهم جدا. أصل من أين تأتي السياسة بالأدب؟ أو إزاي نوصل في نهاية المطاف، وإن شاء الله مش نهاية المطاف، لكن بتلاقي نفسك إيه ده أنا فجر أو أنا يعني عنصر هام جدا كده لدي هذه المواهب بعد كل هذه السنوات، وألاقيني متأثرة بأبويا عدد سنين عليه. بس المفاجأة إن كل اللي كتبوا سياسة بيعرفوا يكتبوا شعر، لأن الكتابة أصلا موهبة، يعني فكرة الكتابة موهبة، فكرة التوقع لأي حدث مش بس السياسي دي موهبة مش أي حد يعرف يتوقعها. بعد كم سنة؟ بعد لا دي حاجات بتكتشفيها. لا حضرتك بعد كم سنة حسيتي انك فعلا الادب والكتابه يعني بعد قد ايه؟ لان انا بحب دايما ادي امل للناس اللي بتتفرج علينا، يعني انت تقدري. بصي دايما عاده لما بتكوني وصلتي لبر الامان بتقعدي تشوفي انت كان ناقصك ايه. طب هنشوف دلوقتي بر الامان، وده اللي هنحكي عليه، لان دي فعلا انا بحس ان دي مفتاح حلقتنا النهارده. بر الامان جواز ولادك، ولا بر الامان لما كل واحد قاعد في بيته جوزتيهم؟ هم ما شاء الله 4 أولاد 4 شباب، لكن الصغير لسه بيدرس بره، ولكن الثلاثة اتجوزوا وخلفوا، ودي يعني أنا بتكلم يعني هي دي بر الأمان. الحياة كانت إزاي قبل كده؟ يعني أكيد في إحباطات ويأس ومحطات وقعتي فيها وقمتي فيها وتحديتي الكثير. طبعا ما ينفعش يعني اللي يقولك إن الحياة كانت ما فيهاش مر، ما فيهاش تجارب، ما فيهاش عوائق، ما فيهاش تجارب فاشلة وبعدين قمتي ونجحتي في غيرها. بس بر الأمان بالنسبة لي يعني ما كانش لا جواز أولادي ولا كل واحد في بيته، إن أنا عايزة أوصل أولادي لبر الأمان اللي هم يقدروا يعتمدوا على نفسهم. يعني فرضا أنا ولا حد من أولادي اتجوز دلوقتي، فين المشكلة؟ هو خلاص اتخرج معاه شهادته يقدر يقف على رجليه في أي بلد، مش لازم يعني في المكان اللي أنا فيه. ممكن يسافر برا، ممكن ينطلق في أي دولة بحكم مثلا إنه عنده تخصص محترم. هو ده بالنسبة لي بر الأمان، إني ابني يوصل للمرحلة اللي أنا حس إني مش محتاجني او ان انا مش داعم له. خلي بالك دكتوره اماني، طبعا يعني بصرف النظر ان انا فخوره جدا طبعا برحلتك، سعيده بجد بجد، يعني ازاي ممكن الواحده توصل وتربي وتطلع 3 دكاتره وحد تاني في مجال البيزنس. لكن دايما وابدا ما نتكلم عن الداعم، دايما نقول الاب ثم الزوج، لكن هنا الولاد لازم يكونوا دعموكي، وقفوا جنبك وقفوا في ظهرك عشان تنجحي. بصي يعني كلنا بنشوف ان الولاد دول مرحله، يعني ان احنا ضحينا عشانهم وانه احنا عملنا عشانهم. انا شايفه ان هم اللي اسعدونا، انا شايفه العكس، انا شايف ان هم سبب سعادتي، ان هم سبب وجودي، ان هم سبب نجاحي. يعني انا دلوقتي حتى لما بنجح في حاجات معينه وشغلي وبقيت مثلا كاتبه واديبه، يعني انا حاسه انه ده هم اللي بيدعموني عشان ابقى الشخص اللي وصلهم للمرحلة دي، وبالتالي هم فخورين بيا جدا طبعا. وأنا طبعا فخورة بالمرحلة اللي أنا وصلت لها. فالولاد هم سبب السعادة وسبب التوفيق مش العكس، عشان احنا دايما بنمن على أولادنا إنه لولانا مش ما كانوش يعرفوا يعملوا حاجة. لا الحقيقة هم سبب السعادة. هي الحقيقة يعني نظرة جميلة جدا من قبل كاتبة وأديبة، يعني تبحرتي في هذا الأمر وبقى عندك فكرة عميقة، صح كده؟ وبتقدري توصلي. دايما احنا بنقول تعبنا وضحينا عشان ولادنا واوا، لا انت بتقولي لا ده هم اللي كانوا دعم لينا، هم اللي شدونا. الاوقات اللي كنت بتقعي فيها هم كانوا بيعملوا ايه؟ لان مش دايما النجاح هو زي ما احنا قلنا، لا في فترات احنا بنتعثر، في فترات بتبقى سلبيه. هنا الولاد عملوا معاكي ايه؟ قدروا ازاي يساعدوكي؟ بصي في مرحله من مراحل الحياه لو انت وقعتي مش لازم تحسسي الاصغر منك انك واقعه. يا سلام. لان هو هنا القدوه بقى، يعني لو حسوا بضعفك
بقهرك بانك فشلتي، دي حاجات بتتحفر في ذاكره الابناء وبتكبر معاها. أيوة. وانت عايزه توصلي في المستقبل ان يبقى ابنائك صحه نفسيه محترمه، مش اي نفسيه، لان دي حاجات بتتحفر في الذاكره ما بتروحش مهما كان ابنك بقى دكتور او بقى عالم كبير او ايا كان. الله اعلم ايه اللي موجوده في الباك مايند، في حاجات ذاكره في الذاكره في الصندوق الاسود في المخ. أيوة. دي ما بتروحش ابدا. الشطاره فعلا انك انت ابنائك ما يشعروش بلحظات ضعفك حتى وان كان يعني يلمحوها. أيوة. ولا بقهرك ولا انكسارك ولا في بعض انكسارك الأحيان. ولا الكلام ده. بالعكس، حتى لو هم لمحوها هم شايفين حد بيقف على طول، حد عظيم. فدي دي اللي بتقعد معاهم في الذاكره، وبالتالي هم بيبقى عندهم الطموح دايما يوصلوا للاحسن والاعلى. لان اذا كانت والدتهم اللي هي الام الانثى اللي مفروض يعني ضعيفه والحاجات بالزبط. اللي كلنا عارفينها في الثقافه بقى يعني خلي بالك، فهو انا لازم ابقى احسن من كده بكتير. فدي حاجات بتتولد يعني في الذاكره ومش ممكن تتمسح ابدا مدى الحياه. لما انا اخد مجال الطب او ودي ولادي الحمد لله رب العالمين يعني في مجالات مختلفه، سواء تجميل اسنان زي ما يعني ما انت كده ان شاء الله تخصصاتهم، صعب برضو كليات الطب انك تعرفي يعني الواحد ما بيصدق واحد بس يبقى طبيب، لكن لما بيبقوا ثلاثة اكيد كل واحد بياخد من التاني وشايف اتس باترن يعني او ده طريق لازم ان انا اكمله. فعلا حقيقي كلامك صح جدا، ان انت بترسمي التراك وبتسيبيه ماشيين عليه. يعني انا ابني الكبير دلوقتي طبيب وجراح جلديه وتجميل، يعني ابني ده من منذ الصغر، اولا ما كانش عندي مدرسين خصوصيين ولا الكلام ده ولا مركز. أيوه. ولا مجموعات ولا الحاجات دي. انا المدرس. ناكد يا جماعه اهو ادي احنا وصلنا لكاتبه واديبه وشاعره واقتصاد وعلوم سياسيه وهي المدرس. انا المدرس يعني الحقيقي في البيت، لدرجه ان اساتذتهم اللي كانوا في المدارس لحد الثانوي فاكرين ان عندهم مدرس بيدرسهم المواد العلميه الصعبه دي، لان انا كنت علمي فكانت. أيوة. دي كمان ميزه سياسيه وجايبه يعني مجموعه كبيره بالظبط يعني كده. فدي كانت طبعا ساعدت جدا في ان الولاد يبقوا عندهم تراك فانا محدده انت هتبقى دكتور، انت بتقولي كده والتوفيق بالله. أيوة. وطبعا بمجهود طبعا. بمجهودك اللي انت بتعمليه. فاذا التربيه كان فيها سلام وامان هو بتتحفر في ذاكرته كمان انه هيبقى دكتور في المستقبل. أيوة. انا على يقين من انه ده صح. يعني اعملي كده، اي حد يعمل كده وان شاء الله يوصل طالما هو ماشي في التراك المظبوط. فعلا كبر ابني، انا مجرد ما ابني يجيب مجموعه في الثانويه العامه ويدخل كليه الطب انا ما اعرفوش. انا مش عارف ادرس حد في الطب خلاص. أيه. خلاص انا ما اعرفوش، انا وصلتك لحد المرحله اللي انت بتبقى فيها دكتور، دي بتاعتك انت بقى. من هنا كمان حتى الشاب او البنت بيبقى عندهم ثقه كامله. هنا بقى بتدي له ان انت خلاص كبرت وبقيت مسؤول. أيه. فشيل بقى انت الجزء اللي هو الخاص بتاعك انك تبقى طبيب، وقد كان ان شاء الله بفضل الله يعني. ربنا يوفقهم يا رب ويخليهم لك، واحنا يعني سعداء بهذا النموذج، ولكن يتبقى الأدب والكتابة. وتخصصك في السياسة الاجتماعية، ما المقصود بالسياسة الاجتماعية؟ وبرضو من خلال الكتب يعني بنلاقي كتبتي في الإرهاب، كتبتي مصر على أعتاب المستقبل، يعني كان عندك نظرة أو أكثر من نظرة استشرافية لهذه البلاد من خلال كتابة السياسة الاجتماعية. المقصود بالسياسة الاجتماعية؟ شوفي حضرتك، أنا حديثة العهد بمصر، عشت طول عمري مع اهلي، وحتى لما اتجوزت عشت بره. حديث العهد بمصر يعني من 2010، 2011 كانت الثوره. انا اعرف عن نفسي طول عمري باخد علامات نهائيه في اسلوب التعبير، ولم اكن ادرك ابدا ان انا يعني ممكن في يوم من الايام ابقى كاتبه او عندي قدره على التحليل والكتابه، الى ان جاءت ثوره 2011 الوطنيه فجرت حب بقى مصر، حرماني الشديد من مصر طبعا عمر طويل يعني. وشفت مصر في 2011 فتره لها علاقه بالانهيار. ده خلاني سبحان الله الكاتب بتتفجر. أيوه. جواه الموهبه غصب عنه. فطبيعي انا اقتصاد سياسيه فعندي خلفيات سياسيه واقتصاديه، وكانت 2011 كلها متمركزه على الشباب. أيوه. واندفاع بالزبط. الشباب وتهور الشباب والحاجات اللي عملوها، بقى كل همي ان اي حديث عن السياسة يصل لهؤلاء الشباب. وده اللي خلاني حتى لما اتعرفت بالكتابة انه اكتر ناس بتقرالي هم الشباب، اكتر ناس بتشوفني هم الشباب. الشباب اتعودوا ان يشوف السياسة يعني حد بنضارة
وشعره أبيض ومنكوش أيوة يعني قصة إن الحياة أخذت منه الكثير يعني عارفة لا مش كده هي السياسة مش كده السياسة فيها كتير جدا من الدبلوماسية طبعاً وإزاي تناقشي وإزاي تناقشي كل عمر بطريقته وبطاقته وإيه المطلوب في الفترة دي من هنا اتفجرت فكرة الكتاب بدأت أكتب الجميل في الموضوع إن كبار الكتاب لقيتهم بيتجهوا لي وبيكتبوا لي ان انت كتاباتك رائعه وياريت تكتبي مميزه في الاماكن وفعلا انا كتبت في احسن مواقع كبدايه في كل المواقع الجيده وتقارير مصوره يعني كل دخلتي على دخلت على طول على الحاجات المتميزه ما كانش بالنسبه لك حاجه يعني بهارتك انت لما تقولي انا بهرت نفسي يعني ايه ده وانا فين وانا بعمل ايه ويعني دي حقيقه ولا لا انا عملت حاجات اعظم من كده كنت انا شايفه نفسي فانا شايفه ان انا عملت حاجات اصعب من كده بكتير الكتابه دي موهبه كونها انها موهبه من الله فانت بس بتسلكي الطريق المناسب ليها ازاي ممكن تتفجر بعد العمر ده وده انا سؤالي ازاي وتاخدي الشهره دي وازاي تبقى ليكي كتابات وليكي كتب وتنزل في معرض الكتاب وكل سنه بيبقى فيه جديد يعني هو ده اللي بتكلم فيه ما هو المفاجاه ان انا مش كان جديد عليا هي الجديد على الناس مش عليا انا وانا ما كنتش اعرف ان انا في يوم من الايام هبقى مشهوره بالكتابه هي دي الفكره يعني لكن فكره ان انا قادره على الكتابه دي حاجه كانت قديمه ما هياش كانت جديده سهل عليكي ان هذا الجسر يقام بينك وبين الشباب علشان ولادك شباب ولا نفس الثوره او نفس الملابسات اللي حصلت هي اللي فجرت هذه يعني هذه الطاقه طبعا لان انا شايفه اي مجتمع في الدنيا حتى البيوت لما تتبني بتتبني بصغار البراعم اللي موجوده فيها فاذا انت ما اهتمتيش ولفتت النظر للفئات دي مفيش حاجه هتكبر ومفيش حاجه هتتقدم فلكن انت تفضلي بصه ورا ده ما ينفعش لازم تبصي قدام وسبحان الله يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال اوصيكم بالشباب خيرا دي حقيقة انه كان يعلم كويس قوي ان الامم فعلا بتنهض بالشباب دي حقيقه وهي دي الثقافه المعتمده بره على فكره اللي بتعمل من الدول المتقدمه الايجابيه لان الشباب هم اللي بيبنوا المجتمعات حلقتنا جريت بسرعه لكن انا يهمني قوي قصه لما تحسي حد انه بيطبطب عليكي بيكرمك بيديك شهاده تقدير شعورك بيبين والله انا مش عارفه اقول لك شعور طبعا رائع وجميل ويعني جنب تجارب الحياه والنجاحات اللي الواحد حققها في الاسره اولا عشان دي نمره واحد الاسره يعني احنا بنقول على سبيل المثال للحصر يعني جامعه عين شمس في اليوم العالمي يعني المراه كمان كرمت مع الوزيرات بعض الوزيرات الفضليات فدي برضه بالنسبه لك كانت نبيله مكرم عبيد وكانت غاده والي وقتها الوزيره غاده والي ومجموعه من الاسامي المحترمه والعالمه دكتوره ناديه زخاري ومجموعه من الكتاب والعلماء وكانت كمان الله يرحمها دكتوره سكينه فؤاد فكل ده كان في جامعه عين شمس ودخلتي في وسطهم دول بل ليهم باع ليهم متخيله انت متخيله ما هو ليه بقى عشان انت وصلتي النهارده للشباب دول ليهم باع هل ده معناه ان اللي موجودين دلوقتي مش موجودين لا هو دي عظمه برضو الناس الجميله الكبيره ان هم يدعموا اللي طالع بس طالع صح يعني مش فقط للشهره ولا زي الحاجات اللي احنا بنشوفها الايام دي النفوريش والكلام ده لا فعلا فكر بيوصل اسرع للشباب وفعلا كنت انا اول من افتتح منتديات الشباب في جامعه عين شمس كليه البنات ولقيتي اقبال هنا نصيحتك ونصيحتك بقى للشباب او الاديبات اللي هم لسه صغيرين ممكن تتبني ناس ممكن يكون فعلا الناس اللي عندهم خبره وتجارب يكون بابهم مفتوح لهؤلاء بختم يعني حلقتي انا عارفه ان انت عندك الكتير وانا عندي الاكتر مع حضرتك لكن نصيحه لازم تختتمي بيها هذا اللقاء وهل بابك مفتوح وهل بالفعل احنا ككبار من خلال خبراتنا نقدر نفتح ونمد ايدينا للي اصغر مننا ونقول لهم يلا تعالوا يديكم خبراتنا ده هو انت لازم عشان تفضلي موجوده لازم تمدي ايدك للاصغر لو انت هتفضلي مع نفسك مش هتستمري انت لازم تكوني موجودة مع الأصغر عشان تفضلي مستمرة دي نمرة واحد نمرة اتنين انا بالفعل مديت ايدي لناس كتير جدا واشتهروا من خلال بيتي من هنا ومن خلال بعض البرامج اللي طلعوا فيها لان هم كان عندهم الاستعداد ان هم عايزين يبقوا مشاهير بس في فرق بينك تبقي مشهورة وانك انت عندك الموهبة فتشتهري في فرق كبير جدا
انك انت عندك القدره على توصيل المعلومه والكلام والحوار ويوصل الكلام ده للشباب ويبقى فعلا فعال عن انك انت عايزه تبقى مشهوره وخلاص. اللي عايز يبقى مشهور وخلاص ده بيموت بسرعه على فكره. يبقى الموهبه نمره واحد. عشان نختتم بقى، كلمه تحبي تقدميها وتبعتيها وتقوليها لمين؟ اقولها للمجتمع المصري، بما ان اسم برنامج حضرتك قعده هوانم، الهوانم هم اصحاب المبادئ، هم اصحاب القيم، مش اصحاب الاموال ولا اللي بتملك الفرير مثلا جوه الدولاب ولا اللبس والمجوهرات. ابدا ابدا، انت ممكن تكوني ست بسيطه جدا لكن كل الناس بتتكلم عن سلوكك وعن هدوئك وان بابك ازاي مقفول وازاي تعاملك مع جيرانك. ده كله اساليب الهوانم. انا بقول الكلمه دي عشان برنامجك بالتحديد له الاسم القيم ده، وانا حقيقي بقول للبنات كلهم كلكم هوانم، والستات البسيطه جدا كمان كلهم هوانم، بس بالقيم بالمبادئ بالاخلاق وبالاسره اولا واخيرا. انا طبعا سعيده جدا وختامه مسك يعني بالكلام المركز قوي ده، لان فعلا ده هدف برنامجنا، اصل برنامجنا. اينما وجدتي واينما كنتي، في نجع في قريه، انت هانم لما بتنجحي وبتاثري وبتضعي بصمتك في بيتك في عيالك في زوجك في اسرتك اكيد في مجتمعك في الحي اللي انت قاعده فيه. هو ده المعنى الاصيل للهوانم، ودايما احنا بنتجول مع حضراتكم، وده كان نموذج رائع لهذا النجاح، واعتقد ان هي قدوه رائعه. وانا بشكر طبعا فريق الاعداد ان هو اختار هذه الشخصيه معانا، رغم انه كان عندي علامات استفهام كتير هوصل ازاي ومدى تكوين هذه الشخصيه اللي فجاه بقينا نسمع عنها، لكن انا يعني بحييهم وبشكر حضرتك لوجودك معانا، بتمنى لك التوفيق. انا اللي بشكرك وسعيده جدا بهذا اللقاء وبشكر كل فريق الاعداد. اشكرك وان شاء الله نسمع كتير عن دكتورة اماني ابراهيم، كاتبه واديبه وشاعره، وان شاء الله يكون لنا لقاءات قادمه معاها ونشوف انجازها وانتاجها، وطبعا اكيد يعني اتمنى لها التوفيق وما شاء الله عليها، ربنا يحملها اولادها يا رب، وكل واحده فينا تشوف هذا النموذج ليس فقط بالعمل، ليس فقط بالنجاح على المستوى العملي، ولكن ايضا على المستوى الاسري. دكتوره اماني ابراهيم الكاتبه والاديبه والشاعره كانت معنا النهارده، وبنتمنى لها التوفيق ان شاء الله الاسبوع القادم معنا شخصيه مميزه من خلال قعده هوانم على شاشه القناه الثانيه. لكم تحياتي والى اللقاء.